الانفجار الذي وقع على الحدود العراقية السورية. ينضم معنا مراسلنا من نينوى محمود الجماس. محمود، مرحبا بك. مرحبا، ضعنا في صورة الانفجار الذي حصل هناك. هل بالفعل هناك زيادة للضحايا وحصيل الإصابات؟ البعض يرجح أن هذا الانفجار هو بسبب ارتفاع درجات الحرارة. نعم زميلتي وجدان، كل التحية لك ولكل مشاهدي التغيير. هذا الانفجار حدث في مقر القيادة السادسة لقوات حرس الحدود في قرية أم الذيبان التابعة لقضاء البعاج والمتاخمة للحدود العراقية السورية، ومعروفة محليا، يعني مقر هذه الفرقة يعرف معروف في الوسط المحلي بمقر القيادة السادسة. كما ظهر الفيديو وبحسب شهادات العيان، أصوات الانفجارات استمرت لنصف ساعة وأكثر من نصف ساعة، وبعدها تقطعت بشكل أو بآخر. الأصوات تشير إلى أنها ذخائر، نوع الذخائر يعني حقيقة مجهول، لكن بالمحصلة المعلومات الأولية كما ذكرنا في الخبر وكما أكدت غرفة الأخبار أنه مشجب للسلاح. أما السبب الحقيقي وراء هذا الانفجار لا يمكن البت بأي معلومة، سواء كان مفتعل أو لا، سواء كان بسبب درجات الحرارة أو لا، بسبب قصف إلى آخره، لا يمكن البت. يعني هو مقر قيادة عسكرية مغلق، لا بعيد نوعا ما عن مركز المحافظة، متاخم للحدود، لم نتمكن من الوصول إلى هناك. لذلك يعني من الأفضل أن ننتظر صدور بيان رسمي من حرس الحدود يوضح فيه طبيعة الانفجار، يوضح فيه سببه، يوضح فيه أيضا الخسائر البشرية. حتى الإصابات، هي الأنباء عن الإصابتين هي أنباء أولية، ننتظر تأكيدات من المصادر الرسمية. المعلومات الأخرى التي وصلتنا من الدفاع المدني، وهنالك جهود إلى يعني استمرت لساعة تقريبا في محاولة السيطرة على الحريق والإخماد. أما عن كمية الذخائر التي تضررت وانفجرت في هذا الحريق، كمية الخسائر المادية، هل تضررت مرافق أخرى من القيادة السادسة لقوات حرس الحدود، حقيقة هذه معلومات لم تصدر بعد. لم تصدر بعد. يعني الافضل في يعني نرتي انه من الافضل في مثل هذه المواقف انتظار بيان الاجهزه الامنيه من حرس الحدود او اداره الوزارات المعنيه، يعني لتكون الصوره واضحه ولكي تنقل بتفاصيل دقيقه، لانها كما ذكرت قياده عسكريه مغلقه متاخمه للحدود، بعيده عن مركز المحافظة، الوصول إليها يحتاج إلى عدة ساعات. فالأفضل أن ننتظر صدور البيان من الجهات الرسمية.